احنا من جامعة السليمانية طلاب الطب فتحنا هالمعرض هذا بعنوان لا للقتل النساء من منظمة AFMSA بالتعاون مع منظمة MSN بمشاركة أكثر من 15 طلاب واللوحات فيه رسالة معينة وهو لا للعنف خاصة ضد النساء بأي كان من الأسباب لأنه هالظاهرة هاد تزداد سنوياً وهناك خوف وقلق لأنه فكرنا أنه لازم نسوي شيء حتى نوصل الرسالة هاد للمجتمع الكردي والعراقي لا للقتل النساء بأي كان من الأسباب. لرگی اما امانه حال تکان کم ترکی نه او تو نتیجانی که روزانه ای بینی لدیجی جنان لرگی ام کارو چاله کنه لرگی ام پیشانگانه و بتوانین هوشیاری بلاو که اینو که ایتنا شتانه کم بیتا و خلق ببیند که چند زور لکومالگا کمانا موسیقی